الى مصر احمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وما زلنا مع مسند الإمام أحمد رحمه الله، وما زلنا مع مسند بني هاشم، وما زلنا مع مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام: حدثنا سفيان قال عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال: سمع ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط ثم خرج فدعا بالطعام وقال مرة الذي بعده. قال: حدثنا سفيان قال عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع قال: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو رضي الله عنه رحمه الله: قلت له: حدثتني؟ قال: لا، ما حدثتك به. حديث الاسناد هنا اسناد صحيح على شرط شيخين أبو معبد اسمه نافذ ومولى ابن عباس، خرجوا الشافعي والحميدي والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابو يعلى وابن خزيمة وابو عوانة وابن حبان والطبراني والبيهقي والبغوي من طريق سفيان بن عيينة بهذا الاسناد. فقوله قال عمرو قلت له حدثتني، في احد روايات مسلم عن عمرو بن دينار قال: اخبرني هذا بهذا ابو معبد ثم انكره بعد، وفي الاخرى قال عمرو فذكرت ذلك لابي معبد فانكره وقال: لم احدثك بهذا. قال عمرو: قد اخبرنيه قبل ذلك. احتج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابي الى صحه الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع انكار المحدث له. هذا مذهب جمهور العلماء المحدثين والفقهاء الاصوليين، قالوا يحتج به اذا كان انكار الشيخ التشكيكي فيه او لنسياني او قال لا احفظه ولا اذكر ان اني حدثتك ونحو ذلك، وخالفهم الكرخي من اصحاب حنيفه قالوا يحتج به. فاما اذا انكره انكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه أو لم يحدث به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند الجميع، لأن جزم كل واحد يعارض بجزم الآخر، فلا بد إما الجمع وإما الفرقة. هنا في دلالة على استحباب رفع الصوت بالتكبير، وسيأتي الذكر والدعاء بعد الصلاة. هذه بدعة من البدع، هي خالف السنة بها، ثم ابتدعوا بدعة عظيمة في كل بعد صلاة يدعونا ويرفعون الأيدي، وهذا لو كان خيرا لسبقونا اليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي. بل والمقتضي موضوع موجود والمانع منتفي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دبر كل صلاه دعاء مستجاب، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دل على ان معنى دبر كل صلاه يعني قبيل السلام، وفيها فضيله عدم رفع الصوت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ايضا الادب الجم بالاخذ بالوعظ وتزكية النفس وحسن الأدب مع الشيخ. جزاك الله خير. الذي بعده. ثم قال: حدثنا سفيان قال عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. وجاء رجل فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فاحجج مع امرأتك. نعم، هذا اسناد صحيح شرط الشيخين، خرج الشافعي والحميدي وابن ابي شيبه والبخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وابن حبان وابو يعلى وابن خزيمه والطحاوي والبغوي والطبراني والطالسي والبخاري ومسلم وابن ماجه وابو يعلى والطبراني من طرق عن عمرو بن دينار. الحديث هنا في مسائل عظيمه جدا، اولها عدم حرمه خلو رجل بالمراه، لا يخلو رجل بامراه ولا تسافر امراه الا معها ذو محرم. لا يخلون رجل بامرأة، في رواية علل ان الشيطان ثالثهما وقد لا يصبر المرء اذا خلا بالمرأة. قول لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هذا على الاطلاق، لانه قال مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة ثلاثة ايام بليلهن، ثم اطلق للناس لا يحرمن تؤمن بالله ولا من الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فقام رجل فقال: ان امرأتي خرجت حج الى الحج وانك كتبت في غزوة كذا. قال: انطلق حج مع امرأتك. ده فيها امور، الامر الاول أن 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 أنه فرض كفاية، الحج فرض كفاية وقد يكون هناك غنية عنه. الأمر الثاني هو أنه لا يصح حج المرأة بغير محرم، وهذا قول الحنابلة، والجمهور على خلاف ذلك قالوا إذا أمنت الطريق مع صحبة آمنة يصح. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتمرن الضعينة حتى تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ولا تخشى الا الغنم على ذئبها، ولا تخشى الا الذئب على غنمها. شفنا روايه ولا تخشى الا الله. نعم،
والذئب على الغنم. وصحيح الراجح في هذا الباب بأنها إذا أمنت لها أن تذهب وتطوف. وأما قوله اكتبت في غزة كذا ما جعله يمشي، لأنه لم ينقلب فرض الكفاية عنه إلى فرض عين إلى الآن، فله أن يفر. لذلك قال فانطلق فاحجز معها. ثم قال حدثنا سفيان قال عن سليمان بن أبي مسلم قال ابن أبي نجيح قال سمع سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما ورحمه الله الجميع يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه وقال مرة دموعه حتى بل دمعه الحصى، قلنا يا أبا العباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال توني أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شأنه أهجر؟ قال سفيان يعني هذه استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، وأمر بثلاث. وقال سفيان مرة أوصى بثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت سعيد عن الثالثة فلا أدري أسكت عنها عمدا وقال مرة أو نسيها، وقال سفيان مرة وإما أن يكون تركها أو نسيها. نعم، وهذا اسناد صحيح عشرة الشيخين، وأخرج عبد الرزاق والحميدي وابن سعد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى أبو يعلى والبيهقي وفي الدلائل والبغوي من طريق سفيان معين بهذا الاسناد، وخرج ابن سعد والطبراني من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي. نعم، قوله لا تضل بعدي، هنا ابن عباس كان يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، كان يبكي على ما مضى وحدث في يوم الخميس، كان يجتهد ويحسب أن النبي إذا كتب لهم بعض الوصايا يكون قد ختم لهم بكل شيء. ثم بكى حتى بل دمعه. قال الحصى قلنا أبا عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد رسول الله وجعه، اشتد رسول الله وجعه فقال اتوني أكتب لكم. هذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يبتلى كما يبتلى العباد. دخل عليه مرة ابن مسعود ورده يتوعك وعكا شديدا، قال إنك توعك وعكا شديدا، قال نعم. وعك وعك رجلين، قال لك مثل أجل رجلين، قال نعم. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا بعدي، كان يريد يكتب الخلافة. وقال يا أبا الله أبا المؤمنون إلا أبا بكر. ثم اشتد الله عليه وسلم، فلما طلب الكتاب تنازعوا ولا ينبغي عند نبي إيش تعلوا الأصوات لا ترفعوا أصواتكم تنازعوا. فقالوا ما شأنه أهجر؟ وهذه جاءت مبهمة، من الذي قال بذلك؟ والمعنى إيه؟ ما معنى أهجر؟ معنى أنه إيه؟ لا يقال قال هجرا، لا، أهجر بأبي وأمي حشاه. أهجر يعني تكلم بكلام المريض الذي يعني في هذا إدراك الأمر على جوانبه كاملا، المرض يضعف ذلك، أتكلم كلام المريض يعني. قال سفيان استفهموه، فذهبوا يعيدون عليه فقال دعوني فالذي أنا خير الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، يعني أنا في خير كبير، لأنه إيه بيخير الآن بين الدنيا وبين الآخرة، مقبل على ربي وهذا الذي أتمناه، مقبل على ربي. فلما رأى من نفسه أنه يقبل أبو بكر قال دعوني فالذي قال أوصى بثلاثة أخرج مشكلة من جلسة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وأصطلعت وملكت أيمنكم أيضا. فتربى أبو بكر عادي النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف عند النزاع يحلم ويصبر. وفيها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، لا يحل للمشركين أن يكونوا في جزيرة العرب. وذلك قال اليهود نبقيها في أيديكم حتى يأذن الله أن نجليكم. ثم أهل الكتاب أهوا مع من من غيرهم. ثم قال الصلاة صلاة وملكت أيمنكم. فهنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، قال دعوني فالذي أنا فيه خير لكم، ثم وصى بثلاث أخرجوا مشكلة من جزيرة العرب، هذه الأولى. الثانية أجيز الوفد بنحو كنت أجيز، الإحسان إلى ذلك وأن تهش وأن تبش وأن تستقبل أحسن استقبال. الثالثة حدثوا النفس في الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف بوصية الخير. الفضل المستنبطة ما من ميت إلا ووصيته بين عينيه درأسه. لا ينبغي التنازع عند نبي، لا ترفع الأصوات لا يجوز. السنة لم تترك شيئا.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. ما بقدر الهمم.